طبعا احنا عملنا حلقة عن فلك نوح، مع انه تطرقنا للفلك والطوفان بنفس الوقت، بس حسيت انه ما يعني كان اكثر الفكرة عامة لانه كنا في الحادثة نفسها. لكن في اسئلة كتير اللي بتدور على اذهان الناس، وانت عارف طبعا لا يخفى عليك الامر انه هذا الموضوع في سفر التكوين في هجوم كاسح على كلمة الله في الكتاب المقدس. وعشان أوضع على فكرة أنه ما فيش أي كتاب آخر يهاجم إلا الكتاب المقدس، وهذا إن دل على شيء بدل على مصداقية الكتاب، وأنه الناس فعلا أنه هذا كتاب الله، فأي شيء مش مع الله لازم يهاجم هذا الكتاب بالتأكيد. واستمر، كان في حاجة اسمها النقد العالي، الهاي كريتكس واللو كريتكس، وده ترد عليه كله. ودلوقتي الهجوم على أصحاح 1-11 من سفر التكوين، لكن لازال الكتاب المقدس أكثر توزيعا في العالم من أي كتاب تاني، وعندنا وثائق تاريخية موجودة بتثبت صحة هذا الكتاب.